سألتك عن ديونك بالطلبة وجاوبتني. أكو نادي آخر تطلبه؟ أي الميناء. تطلب الميناء؟ أي أطلب الميناء. إيش قد؟ هسه قرأت أنت قلت 130 130 مليون. أي. من يا موسم؟ موسم 2018-2019 الموسم اللي بي هم يعني صارت مشاكل بين كابتن جليل حنون ووزير النقل ما انطى فلوس للنادي. ها بزمن جليل حنون. اي اي وشنو قدمت شكوى؟ قدمي من 2018 قدمت شكوى. وش عجب ايش تتاخر شكاوى اللاعبين؟ مو شوف انا حكيت لك ماكو شخص انه يوقف النادي او الاداره عند حدها مثلا. يعني مثلا هسه احنا ليش المحترفين قبل؟ المحترف يشتكي اليوم ورا اسبوع الاتحاد العراقي مجبور انه من يرسل له الاتحاد الدولي انه ارسال هذا اللاعب لا قبل لان يعرف راح يتعاقب. اما بالنسبه للاعبين المحليين شي يدز الاتحاد الدولي هذا شان داخلي يحلوه يعني يطول خلقه الاتحاد الدولي او الاتحاد الاسيوي اللاعبين المحليين ويطول خلقه ويا الاتحاد العراقي. فالمفروض الاتحاد العراقي هو اللي الوان مع محمد جفال يا لون تختار؟ اول واحد الابيض؟ لا ازرق. الازرق عبالي الابيض. ماذا جاء في اللون الازرق؟ احب الابيض. اها اختارت اللون الازرق والسؤال على القوة الجوية. حسام السيد هو سبب ابعادي من القوة الجوية. صحيح تحدثت بيان قبل هذا الموضوع. شنو السر؟ ليش؟ ما اعرف الرجل قالهم ما اريده. لان كنا موسم اللي قبله ماخذين دوري واسيويه يعني اموري كلش طيبه بالنادي ف يعني ما اعرف شنو السبب يعني انا عزيته بامور سابقه لكن الصراحه السبب الحقيقي ما اعرفه وجهه نظر يمكن الى وجهه نظر بيها لكن قالهم يعني والدليل انه خرج حسام السيد بين مرحلتين الناس رجعوا واتصلوا بي اداره الجو بس طلع حسام بس طلع يعني ما عندك اي مشكله بالاداره ويا الجماهير لا لا صراحة ما عندي. شلونها تجربتك اصلا مع القوة الجوية؟ ناجح اكيد حصلت على لقب دوري حصلت على كاس اتحاد اسيوي فتعتبر اكيد تجربة ناجحة. زين ايموجي مع محمد جفال يلا شنو القاسم المشترك بذني؟ جماهير عندي جماهيري شرف هذا انا اعتبر ان اللاعب محمد من اللاعبين القلائل اي اللي مثل الاربعه اللي يمثل الزوراء والجويه والشرطه اكيد والطلبه مو؟ اي وتعتز بكل التجارب اعتز بهم كلهم الصراحه ما فضلا كان عن دهوك واربيل والميناء مو؟ اي ما كانت خلينا نتحدث عن هذه الفرق اي مع هذه الفرق يعني انا ما كانت عندي تجربه بهن فشلت بهن مثل ما يقال بالعاميه الزوراء كانت بدايتي به وبعدين انطلقت الاربيل كان عمره 17 سنه 18 سنه لعبت بالزوراء بعدين يعني كان اربيل قبل فتره دي تتذكر يعني حلم كل لاعب طبعاً حلم كل لاعب بالعراق يعني احكي لك واقع هذا وانا لمست من حيث الاموال والدوري وصار نجوم يروحون واستقرار ونجوم المنتخب كله صحيح فمن الزوراء بوقتها رحت النادي اربيل يعني بوقتها الكابتن نوجه التحيه ايوب اوديش هو اللي نقلني الى نادي اربيل وبقيت ابقى بايموجي واريد اسالك سؤال بشويه عنصريه أيه؟ افضل تجربه من بين الاربعه وراح تقول لي اربعه زينات اوكي بس لازم وحده مميزه شوف كل وحده لها خاصيه أيه؟ اولا مثلا تجربه الشرطه والجويه تجربه ناجحه جدا بالنسبه لي لان حققت لقب وانجاز أيه؟ تجربة الزوراء كبداية انطلاقة كانت جميلة جدا الصراحة بالنسبة لأن هي اللي انطتني شو مثل ما تقول انطتني العالم للواجهة طلعت والطلبة تألق شخصي لكن النادي ايه ها التألق اللي صار بالطلبة يعني فقلت لك هي كل تجربة بها شغلة جميلة زين أسئلة سريعة مع محمد